بنتكلم على السعادة وبنتكلم على راحة البال، ويمكن الجملة دي فكرتني أكيد فكرت حضراتكم كمان بالأفلام القديمة اللي أعتقد كلنا بنعشقها وبنقدر إن احنا نتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة وما نزهقش منها ونبقى حافظينها، يعني حافظين الحوار ما بين الأبطال يا رضوى، أيوة صح. ومع هذا نبقى مدمنين عليها، وأول ما نلاقي فيلم من دول على التلفزيون تلاقينا قاعدين متسمرين ونتفرج عليه للمرة المية. اي حد فينا ممكن يكون فكر طب ليه يا ربي احنا مشدودين ليها كده، ممكن نقول علشان النجوم والابطال والفنانين اللي هم كانوا بيشاركوا فيها، ممكن نقول علشان الموسيقى التصويريه اللي كانت مصاحبه اللي فيها شياكه وذوق، ممكن نقول علشان واحنا بنتفرج على الديكورات المختلفه، سواء بقى كان بيت بسيط في الريف او حتى طبقه متوسطه، او بقى زي ما كنا بنشوف البشوات وكده، في رقي، في ذوق، في حاجه حلوه للعين، مريحه للعين. نتكلم عن الحوار يا رضوى، نلاقي الحوار نقول مثلا ايه، سعيده يا هانم، ايوه يسعد صباحك، يسعد صباحك، نهارك سعيد، ايوه بالظبط، بكل ممنونيه، بالظبط بكل ممنونيه. لغه الحوار ممتعه، فيها رقي وتحضر وذوق ومشاعر حلوه قوي قوي. طريقه ما كانوا بينادوا بعض مثلا يا هانم، يا بيه، يا فندي كده، يعني الحاجة دي أعتقد كلنا بالتأكيد مفتقدينها، وبترجعنا بقى للزمن الجميل الراقي اللي دايما عندنا، بيرجع لنا كده حالة من حالات النوستالجيا لكل ما هو قديم. دي حقيقة. نركز بقى دلوقتي مع الشباب الجديد يا رب، نلاقي بقى يقول لك إيه، قشطة، فاكس، معرفش ايه، كلمات كده، لغه أيوة. درجه ما بقيناش عارفينها، لغه ثانيه، بقاموس ثاني، وبتتجدد يوم بيوم. وبنلاقي كمان للاسف مش بس الجيل الجديد هو اللي بيستخدم هذه اللغه، لكن نلاقي كمان الاجيال اللي اكبر منهم شويه علشان يعني ايه يواكبوهم بالظبط كده، وجزء من الحوار معاهم بيستخدموا نفس هذه اللغه الغريبه علينا الحقيقه. يمكن عشان كده كانت فكره الحقيقه مختلفه والحقيقه متميزه جدا، ان الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اطلقت حمله جديده بعنوان اخلاقنا الجميله. الحمله دي الهدف منها ان احنا ناكد على الاخلاق اللي احنا كلنا اتربينا عليها أبا عن جد، واللي هي كمان بتحث عليها كل الأديان السماوية والعلاقات الإنسانية المختلفة، من احترام الكبير وحسن الجيرة، حسن المعاملة، الأمانة، الشرف، الأدب بشكل عام في التعامل اليومي. بالظبط، لأن احنا محتاجين ده جسي، يعني محتاجين نبقى بنتعامل بالأخلاق دي اللي اتربينا عليها وأهلينا كمان اتربوا عليها، محتاجين أنه تبقى هي دي أسلوب حياتنا اليومي. والحقيقة أنه المبادرة أو الحملة اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هتنشر فيها فكرة الأخلاق والقيم الأصيلة اللي كلنا تربينا عليها من خلال كل وسائل الإعلام طبعا التابعة ليها. والجميل بقى أنه الرسائل الموجهة من خلال الحملة دي أو المبادرة دي الحقيقة رسائل موجهة بكل بساطة وبكل سلاسه كده، بتتكلم عن الرضا، عن الامانه، عن الصدق، يعني الحاجات اللي احنا فعلا يا جيسي يعني كانت موجوده فينا، مش بندعيها، يعني هي ما زالت فينا طبعاً. ولكن احنا عايزين ناكد عليها مره ثانيه، وناكد عليها حتى في تعاملاتنا احنا المختلفه، علشان نربي ولادنا والنشأ الجديد ان هو يطلع برضه زي ما احنا كلنا طلعنا الحقيقه، ده اللي احنا متعودين ان احنا نسمعه. لما نسمع حاجه تانية تقول اي ودني وجعتني الكلمه دي انا مش متعود اسمعها، فنرجع مره تانية الحوار الراقي المهذب المؤدب الصوت الواطي، يعني هي بالتاكيد مبادره انسانيه جميله جدا ومحترمه جداً. لان من غير الاخلاق بالتاكيد مش هيكون في مجتمع سوي، ومن غير ما ان احنا كلنا نكون متجمعين على الهدف ده بالتاكيد برضه مش هنقدر نحافظ على المجتمع اللي احنا اتربينا عليه وبنامل ان احنا يعني يفضل معانا على طول. ومن غير المعامله الطيبه دي الدنيا الحقيقه بالتاكيد ممكن ان هي تتحول لغابه، وبرضه بالتاكيد كلنا مش عايزين كده، لان الاصول والعادات والتقاليد هي اللي بتكون هويتنا، وده الحاجه اللي احنا لازم 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 نحافظ عليها. أكيد فلازم أكيد. كلنا يعني الحقيقه ننضم لهذه الحمله يعني. ونرفع معها شعار اخلاقنا الجميله. بالظبط، واحنا اكيد هنتابع اكتر الحمله يعني دايما مع حضراتكم، وهو ده بقى الدور اللي احنا بنتكلم عنه، اللي وسائل الاعلام فعلا فعلا بتقوم بيه،
وجميل ان احنا نشوف اطلاق حمله زي دي يا جيسي، يعني محتاجينها الحقيقه، محتاجين نفكر نفسنا دايما بيها طبعا. ومحتاجين على فكره الحمله دي بتاتي برضو اتساقا مع الحقيقه الدور اللي بتقوم بيه برضو يعني فكره المسلسلات. ان احنا رجعنا تاني كده نتفرج على مسلسلات عائليه أهو. شبه العائلات اللي بيوتنا وحياتنا اليوميه، مش الحاجات اللي احنا برضو نقول ده مين الناس دول او جايين من اي حته، مش شبهنا، ففكره فدي بتكمل دي الحقيقه. صح دي حقيقه. يعني هنتابع دايما اكيد الحمله مع حضراتكم وفعالياتها المختلفه وكل الرسائل اللي هنشوفها من خلالها طبعا، اللي بترفع شعار اخلاقنا الجميله.